سيد محمد، قبل أن أتخطى هذه النقطة دعني أقف عندما ذكرته حول أن الحل السياسي للأزمة أو القضية الفلسطينية ربما هو الحل الأمثل، وهنا أتساءل معك عن مدى إمكانية إحداث تهدئة وتخفيف حدة التوتر سواء في الجنوب اللبناني أو في باب المندب وتحديدا الحوثيين في اليمن، وأيضا التهدئة على جبهة إيران، اتصالا في حال لو نجحت المفاوضات يعني التي تدفع نحو عقد اتفاق لوقف اطلاق النار ما بين اسرائيل وحركه حماس، وهو ما نعول عليه في المباحثات والمحادثات المرتقبه يوم الخميس المقبل. نعم عزيزي استاذ احمد، انت اجملت، يعني اشكر جدا معد هذا السؤال، انت اجملت التطورات المتداخله التي يمكن ان يبنى عليها في ظل التوترات الحاليه. الازمه في غزه هي ام الازمات حاليا. اذا ما وصلنا الى عمليات وقف لاطلاق النار وقف للمجازر الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بدعم أمريكي واضح، إذا ما تمكننا من التوصل إلى هدنة يقر بها الجميع، تقر بها حماس، يتم خلالها تبادل الرهائن سواء كانوا من الأسرى الفلسطينيين أو المحتجزين الإسرائيليين ومن ذوي الجنسيات المشتركة أو الثنائية، هذا الأمر ربما يهدئ الجبهات كلها. وهذا الأمر ليس بجديد، أو هذا الاستنتاج الذي أقول به، قال به السيد حسن نصر الله قبل أسابيع قليلة، قال أن أزمة أن التهدئة في غزة يمكن أن تهدئ الجبهة الشمالية. الحوثيين أشاروا وصرحوا به أكثر من مناسبة أن التصعيد الذي يقومون به سواء حيال القطع البحرية التي لها علاقة بإسرائيل أو ردا على استهداف بعض المنشآت اليمنية سوف يتوقف أو سوف يعني يميل إلى الهدوء إذا ما تم تهدئة أو تمت التهدئة في الأراضي العربية المحتلة وبالتحديد في قطاع غزة. إذا كان للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الأربع الكبرى وللدول المعنية الأوروبية ذات التأثير الواضح القريب من الولايات المتحدة الأمريكية أولا وإسرائيل ثانيا، إذا ما يعني أنجزوا أو أرادوا أن ينجزوا أمرا محسوسا بدلا من أن يطلقوا بيانا يهدد إيران من التصعيد، عليهم أن يضغطوا على إسرائيل أن توجد نوع من التهدئة. الحماس اليوم ليست هي رقما في المعادلة بقدر ما هو الأزمات الإنسانية الرهيبة على أرض الواقع في غزة هي التي تفرض على الطاولة ضرورة أن يكون هناك إسعاف، أو يعني مش بمعنى إسعاف، إنقاذ سريع لأهالي غزة مما يعانون سواء من الحملات العسكرية القصف والضرب أو من التشريد. لا ينجو أي من أهالي غزة الآن سواء كان على قيد الحياة، لا يجد أسس الحياة، لا ماء، لا غذاء، لا دواء، إذا كان مريضا لا دواء ولا يمكن نقله للعلاج، إذا كان شهيدا لا يمكن استخراجه من تحت الأنقاض. هناك مأساة كبرى في غزة تتسبب فيها القوات الإسرائيلية التي يقودها سواء كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير الدفاع، أناس ذهبت عقولهم ولم يروا فيما يجري إلا مصالح شخصية ولا يأبهون بالدماء التي تسير على مدى اللحظة من أهالي غزة المسالمين. إذا كان هناك صراع يمكن أن يكون بين الإسرائيليين أو جيش الاحتلال وبين قوات المقاومة الإسلامية يمكن أن نتقبله بمقتضى أنهم جيوش متحاربة، ولكن أن يكون المواطن الفلسطيني على أراضي قطاع غزة طرفا مهما في هذه الأزمة ودفع ثمنا حتى الآن يقترب من أكثر من 40 أو يقترب من 40 ألف من الشهداء وحوالي 80 ألف أو يزيد من المصابين وعدد ليس بالقليل من المفقودين، هذا أمر لم يعرفه العالم جنان 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 متكرر على مدى 10 أشهر دون أن تأبه الولايات المتحدة الأمريكية القوة الكبرى في العالم بأن توجد حلا، توجد توقفا، توجد تسوية سريعة يمكن أن تؤدي إلى تقليل حدة الدماء التي تسيل كل يوم في غزة.
نعم سيد محمد، تحدثت عن أن يعني على الولايات المتحدة أن تضع حدا لكل هذه الدماء، نتحدث عن 40,000 شهيد فلسطيني وما يقارب 100,000 مصاب، وحتى الآن الولايات المتحدة يتم إدانتها في كل المنابر الدولية وعلى كافة الأصعدة بالتراخي تجاه هذا الأمر. وهنا نتساءل سؤال استنكاري حول ما هو الرقم الذي تنتظره الولايات المتحدة من الشهداء والمصابين والمهجرين حتى تتدخل بشكل فعال وحقيقي لوقف هذه المجازر؟ نعم، دعنا لنرفع الأحجبة عن النوايا الخفية. ترى وأرى ويرى كل متابع التشكيلة الحالية للحكومة الإسرائيلية التي تميل إلى التطرف الأعمى يقودها ويشارك فيها متطرفين أو متطرفون من أقصى اليمين الإسرائيلي وأكثرهم تطرفا. هم يعتقدون أن إزاحة الشعب الفلسطيني من أرضه من أراضيه المجاورة لإسرائيل في كل الجوانب ربما ينجيهم أو ينجيهم كشعب إسرائيلي من المحاولات الاستهداف أو ما إلى ذلك. هم بهذا الأمر يعني لا أريد أن أقول لفظا يعني يكون خارجا عن الإطار، ولكن هم لا يفقهون في أمور الدنيا. الإجراءات اسمع، يحيى السنوار الذي تولى مؤخرا قيادة مكتب حماس، من هو السنوار؟ هو من قضى 20 سنة في السجون الإسرائيلية. كل طفل يولد الآن سوف يكون بمثابة قنبلة متفجرة في وجه الإسرائيليين بعد سنوات قليلة عندما يكون عمره قابلا لأن يكون متحركا وعنصرا أيا كان سنه. ولكن دعنا نقول أن هذه الرؤية الحاكمة في الجيش الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية وبهذا التطرف وبهذا الاهتزاز يقابله دعم غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية. ربما يكون هناك تصريحات للإعلام يمكن أن تشير أو تسعى الإدارة الأمريكية الحالية أو السابقة أو من سوف تأتي خلال الانتخابات المقبلة تراعي كثيرا من الأمور الإعلامية، ولكن على مستوى الأرض رأينا قبل 3 أسابيع وربما أقل زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية للكونغرس، ورأينا كيف قوبل رئيس الوزراء بالإعجاب والإشادة رغم أن كان هناك عدد من المعترضين أو ما إلى ذلك، ولكن الغالب هو احتفالية برئيس وزراء إسرائيل من جانب المؤسسة التشريعية للدولة الأكبر في العالم. كل هذه الأمور تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية، وردا على سؤال حضرتك، لا تأبه بعدد الذين يذهبون. هي كانت تعتقد وهي تدعم بلا أدنى شك الرؤية المتطرفة لإزاحة وإبعاد كل الفلسطينيين. تذكر وأذكر حضرتك أنه في البداية كانت سعي لأن يكون هناك تهجير قصري من الفلسطينيين في غزة إلى سيناء إلى مناطق أخرى، ولكن حيال رفض الدولة المصرية وقوف الدولة المصرية حائلا قويا في سبيل تنفيذ هذا المخطط وعد هذا المخطط رد عليه من جانب الجيش الإسرائيلي بمزيد من القتل والدماء لتثبيت المخطط الإجرامي الذي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية. وهذا ما يتم التأكيد عليه دوما بأن العنف يولد العنف المضاد. على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القاهرة السيد محمد صلاح الزهار الكاتب الصحفي، شكرا لك.